أمرنا الحق سبحانه وتعالى بتوثيق الديون بالكتابة والإشهاد، فماذا إن تعذر ذلك في السفر؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وإن كنتم أيها المؤمنون على سفر، ومهما كان السفر مريح فإن المسافر يشعر بعدم الاستقرار وعدم الاطمئنان، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: السفر قطعة من العذاب، ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، أو وجدتم كاتبا ولم تجدوا أدوات الكتابة كالقرطاس والقلم، فرهان مقبوضة. والرهان هو الرهن، فيعطي المدين أو المقترض شيئا، ربما يكون خاتم أو ساعة أو خلافه، يعطيه إلى صاحب الدين توثيقا للدين، ويكون أيضا ضمانا حين يحل أجل الدين. فإن حل موعد الدين، فإما أن يعطي المدين ما عليه من حقوق إلى الدائن ويسترد الرهن، وإما أن يتصرف الدائن في الرهن ويأخذ حقه. ولكن هل التعامل بالرهان مشروع فقط في السفر؟ أم يمكن التعامل به في الحضر؟ قال جمهور العلماء: التعامل بالرهان مشروع في السفر والحضر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي ودرعه مرهون عند يهودي مقابل 30 صاعا من شعير طعاما لأهله. ولكن دعونا نتوقف قليلا ونتأمل. إن كان في حال السفر توثيق الدين بالكتابة والإشهاد مقدم على الرهان، فماذا عن الحضر؟ ماذا عن الاستقرار؟ لا شك أن توثيق الدين بالكتابة والإشهاد مقدم على غيره في كل حال، فإن تعذرت الكتابة والإشهاد وتعذر أيضا الرهان وأمن الدائن من غدر المدين، ماذا نفعل؟ في تلك الحالة لا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهان، ويبقى الدين أمانة في ذمة المدين عليه أداؤه حين يحل أجله. وكما أحسن الدائن إلى المدين ويسر حاجته، فعلى المدين أيضا أن يسدد ما عليه من ديون دون مماطلة ودون تسويف ودون نقصان. فالأمانة والوفاء من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون جميعا حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة. وعلى المدين أن يراقب الله وألا يخون صاحبه. صفات جميلة بلا شك، أمانة ووفاء، صفات ندرت في هذا الزمان. لكن الأجمل والأروع أن تلك الآية الكريمة وقبل أن تنزل بآلاف السنين حدثت في زمان بني إسرائيل. في زمان بني إسرائيل جاء رجل غريب إلى رجل يقترض منه 1000 دينار، فقيل له: ائتني بشهداء أشهدهم. فقال الرجل: كفى بالله شهيدا. فقيل له: ائتني بكفيل. فقال الرجل: كفى بالله كفيلا. فقيل: صدقت. فأقرضه الرجل 1000 دينار إلى أجل مسمى، وانطلق الرجل إلى بلدته، وكان يفصل بينها وبين البلدة الأخرى بحر. فلما حل أجل الدين أخذ الرجل المقترض 1000 دينار وذهب إلى البحر ليأخذ مركبا ويسدد الدين، فلم يجد مركبا. السؤال لك الآن: إن كنت مكان ذلك الرجل المقترض، ماذا كنت تفعل؟ لا تتحير. أتى الرجل بخشبة فنقرها، ثم وضع فيها 1000 دينار وصحيفة إلى صاحبه، ثم أغلق مكان الحفر. ثم قال الرجل: اللهم إنك تعلم أني كنت قد تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وأني قد بذلت قصار جهدي لأجد مركبا لأسدد له الدين في أجله فلم أجد. ثم رمى الخشب في البحر بما فيها، متوكلا على الله ومستودعا إياه أن تصل إلى صاحبه في الموعد المحدد. ولأن الرجل كان صادقا في دعائه استجاب الله له،
على الشاطئ الآخر كان الرجل الدائن ينتظر المركب التي تحمل المدين بالمال، فلما لم يأتي وجد خشبة تطفو على سطح الماء فأخذها إلى بيته، وبينما هو يقطعها بالمنشار وجد المال ووجد الرسالة. ولما تيسر مركب ذهب المقترض مسرعا إلى المقرض ليرد إليه المال ويعتذر عن التأخير، فقال له الرجل: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال المدين: لم أجد مركبا إلا الآن. فقال الرجل المقرض: انطلق فقد أدى الله عنك. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ولا تكتموا الشهادة لأن الحق مبني عليها ولا يثبت بدونها، فكتم الشهادة من أعظم الذنوب، ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجر. ولماذا القلب تحديدا دون سائر الجوارح؟ وذاك لأن القلب ملك الجوارح، ولأن القلب أساس كل خير وأساس كل شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولك أن تتخيل ما قام به كاتم الشهادة من ضياع الحقوق وهو قادر على رد الحقوق إلى أصحابها. والله بما تعملون عليم، مطلع على السرائر، محيط بعلمه كل شيء، وسيحاسبكم على ذلك. جزاكم الله خيرا. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.